فاش تكون ساكنة معاكم الجدة؟ بنيت حليمة، 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 اش كاين امي؟ وبنيتي عجني معاك شي خبيته مسوسة، راه بقى عندي على الخبز بارد، وقهرتيني بالخبز بارد، ونقصي الخميرة، نقصي الخميرة ديري لي الخبزة كاملة خان ساعة خميرة، ما قادة نشم خميرة في الخبز، وقهرتيني يا بنيتي. وحتى نبغي نجلس معايا خبزة مسوسة، انت مني كنعجنها، علاش عجنتها ما عرفتيش تعجنيها، خرجت فيها خميرة بزاف، ومني ما نعجنهاش، ما كي ما تعجنش ليا خبزة مسوسة، ما عرفتش فين شدتك أمي قهرتيني. ولا تكتريش الخميرة، ديري الرومية، ديري الرومية البلدية خانزة صبحات وليلة، ما عرفتك اش كديري فيها، وكنتي كديريها ببعرة الحمير، كتخرج ريحتها على من الزينات. وقهرتيني يا بنيتي قهرتيني، وما ديريش عاوتاني الخبزة مسوسة بزاف، هي شوية مسوسة شوية مالحة، لا تكتريش الخميرة بزاف، شوية خامرة شوية. ما شويه ما خامراش ماشي زعما ما ديرها ما خامراش ما تدوزها مع القرشوده ولا طيبتيها ما تقصحيهاش خليها شويه رطيبه ديري على صهد مهين راه تاني سناني عامرك بهم عن عد عد يطيحوا غيشريهم لي بوك فايها وليتي كتشرطي يما ياكي وتشرطي لك مع راسك وسبحان الله بنيتي تكون جات قبل امك دوك العينين يا ويلي هاد الحنزه صفيه ماكي باغا تقتليني محلف عليا لا جيبي جنوية وتعالي قرضيني اصبحت ولله تركت المعطيه هادي والحيو ترك منكم يا ويلي جدك تضحكي على الوقت ولا كتضحكي معايا اش فيك ما يتكرر اش فيك ما يتقرد لحمك شارف دايرك الجلطيطه تبقى فيك عرق واحد لحمك ما يمشي حتى في سبيل الله بقى نقرطوه محاشك اجي الكونيكسيون حاشك لامك جي القايد ليش ما يحشم ما يريمش حنزه صفيه حنزه صفيه تكون جات تخض لامك دوك العينات عيناتك كامله خارجه ما تشوفك لا محبه ولا شاده محبل اللي قدك راه مزوزه ودايره الولاد ودايره عش ترجع وتعالي قابلين هنايا قابلين احنا رقاتين شغل قابلينا وتجي على اللي جابها باغاش ما زينش ما دايرش وتعالي تشوفوا اللي ما زينش وتي واش راك تطاشروا لي خارج من تا بنيت خارج فيك حمار المعطي نهار راك لك نهار العيد قدي ليها وتسني دابا يجي خطفك يطير ويجيب البارود ويجيب الخيل ويجيب قفلي قدام بابك وجهك يعمود تريسين تي الزرمومية الاخرى حاشاك راس الفانوس اجي المتخلفين باقي كاملين متخلفين عقلكم باقي قديم شويه من عهد المتخلفين وهذيك المش مع الفار يا انت ما تقدر تغيط عاوتاني واو ويلي حيح على شهودكم واش انتم هادرين راه الدرجه عندك تغاط الدرجه عندك تغاط ما لقاتكش كابابك وشديتي لهم هاشي كابلي شديتي لهم هاشي كروه شديتي لهم هاشي عمود وطيبتي لي هذوك جنابه انت ما تبقاش فين تقول اح راكي ما حاكمه شي حليمه ما حاكمه راكي سيبتي ليها الحزام رابطي شويه لا تربطي حق لي الحاك وعاد طلقتيني ليها كون خا طلقتيني يا بنيتي ليها انتي كتحبسيني الله تدوز دور ليها خا زودنيها اتغا وبدات اليوم الله تتغا باغا طير باغا دير لك جناوح ماشي باغا طير هي كاع حمزة صافية الزرمومية الاخرى هاي 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 على الفم المركب اش كيقول واش انتي ما كتحشميش الفم صفيتي يا غير ركبتي ركابي ما بغيتش كدي توقفي عليهم بكثرة التبرقيق والدوران وباقا ما باغاش تحشمي تيش بخالي بخالك عرق واحد شنو غادي تقطعيه في شقل وراني والله يزغبك بنيتي الله يزغبك الله يمك تجي جنبك تبيع الزرع تغيطي انت بلا قياس تغيطي بعدي لي جنبك شوية حاشك جدة حياني ما جيتيش عبيتي في قيامتي ما جيتيش
البنات عليك هذيك الدور بيا كنخلي موها قرعه كتقر عليها وصيفطها لدارها ما جيتيش عطيتها في يامات وكجيتي في يامات هي وهزيت امك من طبيقتك ربطتك ربطت تحيا نهار العيد وبلكت على امك بالصليخ عطات طيبي طيب امك كرشك مع ظهرك مع مراودك انتفتيهم صلعتيهم فعلتي ليهم تركتي ليهم بتعاون كل قاعده واحد القضيه واش تي بنادم ولا قميله باش تقرعتي ليهم كاملين هاي 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 عز برشمان ياك يدلو طوال لك لسان هادو يا بنت بنت البايره وعلى الرجال دايره ياك ما بغيتي تجي تشد لكم الميزان واش تما ما غتحشموش عباد الله فما درينا مولات الشيب شي خارج لها من الوادر وهي امي كي الحمار شافهم بغات تدخل سوق راسها بنادم الروعاني هو هذا اولي على المراه واش تي جات اللي قد راسها راه تصلي سرت تقرا القران سرت تسبح سرت تذكر لها الله وتي سرت تهجي معايا بنيتي راه كيما مربيه والو جنافو على بوها يا بنيتي جنافو على بوها غسطر وكيطرطر ما خرجتيش ليا يا بنيتي في طربيتك راك تعقلي تعقلي في طربيتك شو كندير لبوك الكلب كنت تعاودي معايا كلمه وحده كنت كنزل على بوك الكلب بشي برميل ولا بشي صندليله 7 ايام وانت هي ما تضرب في الفراش 7 ايام نهار تفيقي متعقلي على قبل ما نبحر من تما ما بقيتي تزعزعتي ولكن الناس اليوم تخاو خرج رجليهم الشواري باش باغيين يطيروا باش باغيين يديروا باش باغيين يفعلوا راك ما حكمتي والو الدريه غتخرج لك من يديك الدريه طلقتي ليها الرباط غتخرج لك من يديك وحليمه غتندمي باينه ربيتيها مزيان وباينه تبارك الله نهار كامل هي موداها ببنت معبه دق عليها بنيتي اللي عاده بنت بحالك حكلها ما يوقع ليها ما كيوقع ليها يا عاده شي قرنيطه بحالك وشي زربوبيه بحالك وشي عمود تريسين بحال هذا العمود اللي واقف حدايا شاعل فيه الضو وما يستاهل تيكون فيه الضو راه خاصها تهز حوايجها تهز قرنيطها تهز دلوها تهز برشمان لعده شي برشمان وتدخل في بعض الطريق وتطش ما بقى ترجع عندها ام بحالك راه خاصها تهز راسها تهز كراوعها وتخشي راسها في سبرما وتسد عليها ما بقاش تسمع الغيط حاشاك اموي راه هي اللي بدات نوعير اقرضها ما اللي بعتك اقرضهم الفكوسه تحسبت بالقرعه وقالت علي نقص الوالد يا وليدي تاش والد يا وليدي والد الويل انا ما سمعتهاش قالت عرفتيش قالت ليا قالت ليا هو كان با راجل وكان با عدو شان كره في بعدا في كرشنا ما خليناش شي عانين هذه هي تقول نزيد لك شنو قالت ليا قالت لي راك شتاهبي وقرصاص ما كيشوفوش منك يا الكحله جدنا بدات الحرب بيناتنا ما غادي نرتاح ما غنحط راسي على المخده ما غاينا ليا بال حتى نصيفطك تحس بي عجول الاخر لا تخافيش بنيتي انا راني مواجده النواوي شاربه الحريره ومكمله بالربن خاصني عارفين نطلق هاي 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 وحرب هي طيغه تولي عندي في الدار ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك ديالكم مهمه بزاف وصلوا على النبي محمد ولكم اول مره غتشوفوني اشتركوا في القناه ضغطوا على الجرس ليصلكم كل ما هو جديد